عمران بيك كمان هاي السنة أخذتوا الجائزة، فيني أعرف شو شعورك؟ ما شفنا ديما خانو مع حضرتك، في خلافات بيناتكم؟ يا جماعة، مسؤولين عن الإعلام بالشركة رح يعطوكم المعلومات عن حفل الجوائز، تصبحوا على خير. شكرا. على كوز بونجوك لو سمحت. أهلين عمران. جلال أنت وين؟ أنا هلا بالمطعم. خير شو في؟ لك تليفون رفيف مطفي، اتصلت على الأرضي ما ردت، انشغل بالي. تعرف وينه؟ أكيد بالبيت، بتكون نايمة وما لا سمعان التليفون. شو بيعرفني؟ خايف تكون تعبت مثل اليوم الصبح. إذا بتحب بروح على البيت وبشوفها. لا شكرا، ما في لزوم، أنا رح أروح لعندها. خليك بشغلك، أساسا ما عدت بعيد. طيب ماشي، خبرني شو بيصير معك. تمام، تبع حالك. رفيف، رفيف، أخي جلال لا تقلق علي، عرفت وين أهلي ورايح أجيبهم وأجي. عمران بيك. رفيف وينك أنت؟ رحت لعند أمي. وشو صار؟ فوراً قلعتني وما رضيت تسمعني، ترجيتها كتير بس ما رضيت، وسكرت الباب بوشي، كانت على شوي بتقتلني. قلت لك بروح معك وأنا بشرح لك كل شيء. شو في حالتك؟ يعني هيك أحسن؟ لا تواخذني، بس ما كان بدي إياها تسمعك كلام ما بتستاهله. أصلاً ما ضل لي حدا غيرك بهالدنيا واقف جنبي، خفت أخسر حضرتك على طول. خلص رفيف، لا تزعلي حالك. الباب مين كسره؟ وقت ما رديتي عليه كسرت الباب. أكيد لهلأ لسه مو أكلة. جوعانة؟ بدك نروح ناكل؟ أعطيني المفاتيح خليني أقفله. تفضلي. بنتي رفيف كسرت لي قلبي عائشة. أنا كنت بحلم إني لبسها الأبيض، كل جهاز عملته بإيدي. بنهار كنت روح أشتغل بالبستان، والمساء بس أرجع على البيت كنت أشتغل تطريز جهازها.
ومن دون ما أتعب. ضل وش الصبح شوي اشتغل وشوي اتخيلها بعرسها. كنت دائما احلم باللحظة اللي بتطلع فيها من بيتها ولابسة الفستان الأبيض. بس هي شو عملت؟ غلطت مع عمران. أمي لا تبكي، الله يوفقك. أنا بعد اللي عملته أختك مستحيل أفرح نازلي، بس عندي أمنية واحدة، إن شاء الله اللي وصلونا لهالحالة ما ينبسطوا بحياتهم.